الذي حرص على هذه القمة وعلى عقد هذه القمة وعلى لقاء السيد الرئيس. الرئيس ترامب لن يلتقي من زعماء المنطقة إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الزعيم العربي الذي سيلتقي الرئيس ترامب، وحتى من أفريقيا الرئيس ترامب سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 ست رؤساء، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويبدأ أول لقاء للرئيس ترامب هو مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الليلة، هيكون إن شاء الله مساء هذا اليوم. لو كنا موجودين على الهواء هننقل هذا الحدث، لو ما كناش موجودين أكيد هنتابعه، أكيد هنتابع هذا الحدث المهم إن شاء الله مع حضراتكم. القمة المصرية الأمريكية المرتقبة، وهي القمة الخامسة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب منذ أن تولى، قبل أن يتولى الرئيس ترامب منصبه كان هناك لقاء في سبتمبر 2016.